بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في شبكة فري ليرنز التعليمية، وأهلا بكم مرة كمان في كورس جديد من رائعة من روائع الشبكة. إن شاء الله بإذن الله زي ما عودناكم اللي كل حاجة تبقى جديدة وبقدر الإمكان مش موجودة برة، بحيث إن احنا نضيف جديد ما نبقاش ناقلين وخلاص على كده. بإذن الله الشبكة بتحرص إن يكون الكورسات هاي ديفينيشن زي ما عودناكم، علشان الناس كلها تبقى المعلومة واضحة والصوت واضح والرؤية واضحة. نبدأ بقى في الكورس بتاعنا اللي هو كيفية الدفاع ضد الهاكرز أو الحماية من الهاكرز. كورس بسيط ولذيذ وخفيف، هنقول فيه حاجات معروفة لبعض الناس وفي حاجات تانية مش معروفة، فأرجو اللي يكون عارف حاجة يوسع صدره شوية للي مش عارف، وأكيد هتلاقي حاجة بإذن الله جديدة وكلنا نستفيد منها بإذن الله. شوف يا سيدي بقى، احنا دلوقتي هنتكلم دفاع ضد الهاكرز، يعني من بداية انت لازم تكون مأمن نفسك ضد الكلام ده كله. لما بتكون مستخدم انترنت لازم بيكون عندك حاجتين مهمين جدا لازم تحرص عليهم دايما. اول حاجة برنامج انتي فيروس، تاني حاجة برنامج فايرول. الانتي فيروس علشان بتحمي نفسك من الفيروسات اللي موجودة على صفحات الويب او على الحاجات اللي بتنزلها داونلود، والفايرول بتحمي نفسك ده كجدار ناري ضد الهاكرز وضد اختراقات جهازك. كتير قوي وشفت الكلام ده بصراحة، كان فيه مشاكل كبيرة جدا وقضايا ان الناس يكون باحث ماجستير او راجل مثلا حافظ رسالة الماجستير بتاعته او دكتوراه على الجهاز بتاعه، او ملفات مهمة او صور مهمة او شغل مهم، وكتير جدا بيحصل اختراقات للاجهزة ويبص يلاقي ان الحاجات دي كلها اتسربت بره. حصل قبل كده ان في كذا رسالة ماجستير الجهاز بتاعه اخترق لانه ما بيتبعش العوامل الصحيحة والحاجات اللي بيحافظ بيها على جهازه، بيخش عادي كمستخدم عادي جدا، وكل الموضوع ان هو بيخش على النت وخلاص على كده، بقلب هنا وهنا، ولا حاجه انتي فايروس ولا حاجه انتي هاكر اللي هو بنسميه انتي هاكر يعني، او الفايرول، والجهاز بيخترق ومليان فيروسات ومش في دماغه، بيسطب نسخه الويندوز كل اسبوع وخلاص على كده والدنيا ماشيه. انما لو حط اي صوره شخصيه اي حاجه لاهله ليه هو نفسه ممكن تتسرق ويتعمل بيها حاجات كتير ومشاكل كتير، ومنها سرقات رسائل الماجستير والدكتوراه والكلام ده كله. فاحنا من غير ما اطول اكتر من كده هخش على اني ازاي اقدر احمي ملفات بداية من جهازي. طبعا احنا خلاص اتفقنا هنسطب انتي فيروس محترم، هنسطب فاير وول محترم. في انتي فيروس كتير، انواع كتير، زي النورتون، زي الاي في جي، زي الكاسبر سكاي، زي الافاست، زي الافيرا، حاجات كتير انت ممكن تعمل عليها سيرش مع النت وتنزل النسخة المسموح بيها او الليجال بتاعتها. الحاجة التانية بالنسبة للفارول، في حاجات كتير، في البلاك ايز، في البيسي تول او بيسي تولز، في الزون الارم وده اشهرهم واقواهم، في حاجات كتير ممكن تبدأ تعمل عليها سيرش او تكتب فايرول. انت بتخش على جوجل تكتب فايرول بس هيظهر لك برامج كتير. عايز احمي جهازي او الملفات اللي على جهازي من الاختراقات، ولنفرض حصل اختراق، في عندك ملفات مهمة انت عايز تحافظ عليها كويس، ايه اللي بيحصل؟ والله انا عندي حاجة زي الملف ده مثلا، ملف زي ده عادي خالص عايز احميه. اول حاجة بسطب في برنامج اسمه الوين رير. الوين رير ده برنامج ضغط او الوين زب الاثنين، بس انا هشتغل دلوقتي على الوين رير لانه هو اقرب لي انا نفسيا، يعني بحب استخدمه. يعني بتبدأ تعمل من خلاله حماية ازاي؟ بتعلم على الملف بالشكل ده وتعمل كليك يمين بعد ما بتسطب الوين رير. ولو مش عندك الوين رير بتخش على مثلا جوجل او www.download.com وبتخش على الموقع وبتبدأ تنزل النسخة بتاعة الوين رير. انا هكتبها لك عشان برضو معلش استحملوني، اللي مش عارف يعرف واللي عارف يستحملني شوية. انا عايز اجيب ال نوت باد او اي برنامج تكست، خلينا في واحدة وورد كده
ده السبيلنج بتاعه اهو وين رير. انا دايما بس بحاول اكتب الحاجه لان في ناس فعلا مش عارفه الكلام ده. وين رير ده بتكتبه على جوجل او على اي موقع بينزل داونلود لبرامج مجانيه فبتلاقيه وبتنزله على طول. طيب بعد ما بتنزله ايه اللي بيحصل؟ بنزله وبعدين بروح على الملف ده بعلم عليه بعمل كليك يمين بلاقي الاربع حاجات دول ظاهرين عندي هستخدم دي اضافه الى الارشيف. طيب بدوس عليها بيظهر لي المربع الحواري ده بيقول لي انت عايز تضغطه بالرير ولا بالزب. هو الاثنين واحد بس الرير ده يعني بالنسبه لي انا احسن شويه. طيب عندي هنا متقدم او ادفانسد، هو انا عندي نسخه العربي في هنا ادفانسد، هنا خيارات، هنا بتروح على تحديد كلمه المرور. فانت كده هتحمي الملف بكلمه مرور، هقول له مثلا 1 2 3 4 5 واكتبها تاني 1 2 3 4 5. انت عايز تعرض كلمه المرور ولا لا؟ في جوه الملف لما تيجي تفتح الملف تلاقي على اليمين كده كلمه مرور، اقول له مثلا مش عايز اعرض. حسنا اوكي اوكي هو نزله لي اهو. لما اجي افتح هلاقي دبل كليك بلاقي الملف جوه، باجي اشيله من جوه واطلعه بره بيقول لي حط بقى ايه الباسورد. يبقى انت كده قدرت تحمي الملف بتاعك من حتى لو اتاخد ملوش لازمه معاه. دي حاجه. الحاجه التانيه عايز اخلي الملف ده، تقول لك والله طب انا ما عنديش بقى نسخه الوين رير ده عشان انا ممكن يحصل قدامي مش عندي النسخه دي وعندي ملف عايز اعمله اضغطه بحيث ان انا ابعته له يشتغل عنده سواء عنده البرنامج او ما عندوش ما زعجوش يعني. فانا بعمل ايه؟ بعمل كليك يمين واضافه الى الارشيف وبعمل حاجه هنا اسمها انشاء ملف ذات التنفيذ او بالانجليزي اسمه كرييت اس اف اكس فايل تقريبا اس اف اكس. بقول له كده واقول له رير، اقول له اوكي. هو بيعمل لي ملف اي اكس اي، يعني ده اي اكس اي. بعمل البروبيرز بتاعته بلاقيه ملف اي اكس اي يعني قائم بذاته او زي ما بيسموه بلغه الكمبيوتر ملف ستاند الون يعني قائم بذاته. هنا مجرد ما بضغط دبل كليك عليه وتبتدي يفتح لي تسطيبه بقول له استخراج، بقول له نعم طلعه لي مفيش اي مشاكل. وعايز برضو تحميه باسورد ده مفيش اي مشاكل. دي كان بالنسبه حاجه بسيطه وسريعه لازاي اعرف احمي الملفات بتاعتي من ان حد يسرقها او الكلام ده كله. هو ممكن يسرقها بس مش هستفيد منها بحاجه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.